يا رجالة، يلا نلعب البوتيم ونتكلم مع بعض كده في شوية حاجات. بص، مبدئيا كده انا ما مشيتش في اي مسار، يعني هنتكلم كده في شوية حاجات في الخطة بتاعتي. انا ما مشيتش في اي مسار خالص، ما عملتش اي حاجة، ما اشتريتش اي شيء، الدنيا زي ما هي، يا دوبك بس حد شحن لي الستار، بس شحنهولي فور فري كده، قال لي على الاقل انا هشحن لك الستار بس. الرد ده انا جديد، فاحنا ايه، هنلعب البوتن مع بعض لحد ما نلعب تصنيف بإذن الله، بعد ما اظبط الفرقة كلها وننزل الالتيميت والجو ده. يلا ربنا يستر، عايز افوز، مش طالبة معايا خسارة بصراحة، عشان عايز اجرب. عايزين نجيب دي ماريا ونجربه، نعمل عنه ريفيو كده حلو، بس لو ناس كتير عملت عنه ريفيو ممكن ابدله بواحد تاني ولا حاجة. يلا، انا بعت التشكيلة بتاعتي كلها بالمناسبة، بالمناسبة يعني انا بعت التشكيلة بتاعتي كلها. هو انا فتحت له الدفاع ليه قوي كده؟ يلا اول هدف. يلا يا جدعان اشد كده، وانا مسكوم والله وعيان ورايا امتحانات وحالتي صعبة شوية، بس ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا بايع التشكيلة بتاعتي كلها، يعني لو واخدين لي بالكم كده، بجمع فلوس عشان خاطر الالتيميت. الالتيميت لما ينزل كل حاجة هترخص، فانا بحاول ايه اظبط الدنيا لوقتها. بس انتوا عاملين ايه يا جدعان؟ عاملين ايه؟ والله وحشني، نفسي اطلع لايف معاك والله ونتكلم كده، بدل ما احنا عمالين نتكلم فيسبوك وماسنجر ويوتيوب، لا عايزين نتكلم في لايف. حركة غبية موت اللي هو عملها، يعني كان بإمكانه يجيب هدف، بس واضح ان النت عندي ايه معوق، بس يعني نفسي ربنا يكرمني كده فاهم، ونعمل لايف، نجيب نت كويس وحاجة نصور منها كويس. عايزين نسكع التاني ونريح، مش حابب اريح دلوقتي. اسكحها بقى، خلص خلص على طول. ايوه كده، مش عارف هو بعض بيضة باين بتضحك ولا حاجة، مش عارف، خدتش بالي، بس شكله متضايق يعني. بس عامة نادينا بنلعب بنتسلى شوية، وفرقتي دي تعبانة موت على فكرة، يعني مقارنة بأي فرقة تانية، فعشان كده أنا مش هينفع ألعب رانك خالص غير لما أظبط الفرقة، وقتها نلعب تصنيف، وهظبط الفرقة لما الألتيميت ينزل. انا ما صرفتش في اي مسار عشان الاسئله دي كتير بتجيلي، وانا عمال اكرر واعيد في نفس النقطه. انا يا رجاله ما صرفتش في اي مسار، مستني لحد الاخر عشان اشوف هعرف اجيب مين واجيبه. ويفضل انتوا كده، وبيع تشكيلتي كلها، يعني اغلب تشكيلتي بيعها، ما فهمش غير توريس واسمه ده كاسياس، بس هما دول اللي انا طورتهم وهيفضلوا معايا شويه حلوين. ورويس طبعا، رويس انا لا يمكن ابيعه، هيفضل موجود معايا في الخطه دايما، لان رويس ده هو وداجلش هم اللي وصلوني، بس انا بعت داجلش عشان كده كده هعرف اجيبه تاني بعدين، فرويس مش هبيعه، هيفضل معايا دايما كده في التبديل. على فكره انا اتغبيت، انا فتحت الدفاع بشكل غبي، بس ملحوقه عمال اتكلم معاكم مش مركز. الواد بدأ يضغط، يعني بدأ يخش بلاعبين وحاجة فاهم، اللي هو خلاص قال لك انا خسران، لما زعله يعني. لا لا، ما تلعبش معايا كده يعني فاهم، ما تلعبش معايا كده، ابلع التالت وريح.
بس يا جدعان نفسي والله يا جدعان اعمل لايف، والله العظيم نفسي نفسي. جود جيم يا عم، شكله عيل لطيف يعني، مش نجس يعني. وانا بلعب معاه، مش بلعب معاه نجاس والله. وسبحان الله ما اتعودت معاه. لا شكله عيل نجس، لا هو شكله عيل ما بلحقش والله، ما بقابلش ناس نظيفة يعني كتير. طب وليه لما اطلعك بسكور دلوقتي يعني ليه؟ ده انا حتى مش بفرقتي يعني، والله العظيم لو يعني مش بفرقتي. بس احنا ايه، مش هنتفتهم برضو على الناس. ايه شكل النت عنده قطع ولا قفل؟ شكله قفل فاهم، اللي هو فصل ولا خلاص كده كده هيغلبني. هو فاكر ان هو لما يطلع ويرجع تاني هيلاقي الدنيا تمام. لا ما اظنش، اصل ده مش ماتش في اللعبة، ده ماتش اونلاين. يلا قفل، هو الراجل قفل. زهق وراح قفل. خلاص كده الماتش يعني ما فيهوش متعة بصراحة، مفيهوش متعة. المهم يا رجالة، انتوا يفضلوا اي حد معاه حد في التشكيلة يبيعوا. في ناس بتجيب روبن دياز حاليا، يفضل ان هي تبيعه عشان خاطر هو هيرخص جامد بعدين. ومش عارف الفيديو ده هينزل امتى يعني، عشان ممكن يكون نزل في وقت في اساسا كان رخص روبن دياز، فمحدش يلومني يعني. تمام، هو روبن دياز لو بستين مليون بيعه، ده اللي انا بقوله، عشان هو هينزل لأربعين لتلاتين، هينزل لحاجة زي كده يعني. الكلام اللي انا بقوله يتاخد. روبن دياز برغم ان وعلى فكرة هو هيرخص ويرجع يغلى تاني يعني، ما حدا يعني اطمنه. روبن دياز ده عليه طلب كبير خالص، واحسن من فان دايك يعني. شفتوا احنا واصلين لإيه؟ ناس كتير خالص في الريفيوهات بيقولوا احسن عليه، احسن من فان دايك. بس انا لسه ما جربتش لا ده ولا ده، فمش مش عايز ادي تصريح. بس روبن دياز جامد ومطلوب يعني، حتى لو رخص هيغلى تاني متقلقوش. يلا نخش الماتش اللي بعده. يلا نركز ان شاء الله ربنا يكرمنا بواحد زي ده. عايزين نجيب دي ماريا ونجربه. مش عارف في البوتم ده اخر بوتم ولا لا بصراحة. ايه هو طول ليه كده؟ مش عارف البوتم ده اخر بوتم هينزل الموسم ده، ولا هو البوتم ده كل شهر مش عارف. بس هما بطلوا ينزلوا لعيبة الاسبوع دي، قفلوها. ومستني الالتيميت ينزل بفارغ الصبر، وهتلاقوني كل يوم فيديو بجد بامانة يعني، كل يوم فيديو بنلعب فيه مع بعض تصنيف. هركز على التصنيف، مش هركز على اي حاجة تانية، بس اظبط فرقتي كده وتبقى التيميت، تبقى جامدة. مين ده بقى؟ دي فرقتنا، عايزين نشوف فرقته هو عاملة ازاي. ما شاء الله ما شاء الله، فرقته اغلبها ريال مدريد يعني، ومع معاه كريستيانو. النسخة دي انا كان نفسي اجربها طول حياتي في كريستيانو والله، بس لما بيبقى معايا فلوس بيت مش عايزها، لان في حاجات احسن. بس انا بحب كريستيانو اوي يعني، نفسي اجربه. لا لا ارجع، ايوه كده، هدي اللعب اللعب شوية، عشان ده معاه ناس، مع كازيميرو وناس جامدة شوية، فربنا يستر. انا ليه فتحت له الدفاع كده؟ ليه فتحت الدفاع؟ ليه فتحت الدفاع؟ ده بيلعب عرضيات. صباح الفل، مع كريستيانو بيلعب عرضيات. لا نلعب معاه ونشد معاه. يلا تعالى يا شبح، تعالى يا شبح هنلعب. والله العظيم لو جت لو جت لي فرصة ان انا اعمل عرضية لا اعمل. كازيميرو انا بقلق منه بصراحة، بس ما بحبوش، ما بحبش اي لاعب سي دي ام في اللعبة بصراحة، ما بعرفش العب بيهم. انا كان تيم جربته ما عجبنيش، كنت بشتم فيه. حرام عليك حرام عليك. الباقي اللي بيلعب عرضيات، الباقي الباقي استفزني.
حرام عليا والله، انا بضيع صح، بتغابى صح قدامكم، انا عمال بتغابى بس مش فرقتي يا جدعان والله. الأزرة بعتها وجبت أزرة ماشي بيها اي كلام، ولسه مش عارفين الالتيميت لما ينزل هينزل فيه ايه بالظبط، ولا هينزل فيه مين، ولا هنبدلهم ازاي، ولا هناخد ازاي. انا الحاجه اللي خلتني اصبر وما اخشش على حوار اني حوار ان كان هياخد فاول، لو خد فاول كان الهدف مضمون اكيد فاهمين يعني. هم انا عايزين نركز في اللعب. ايه يا جوت، ايه ركز في اللعب كده. رئيس خلص خلص على طول كده يا ريس، والله يا ريتني كنت سبت له الاحتفال عشان الواد ده انا حاسه هيكمل عرضيات والجو ده، يا ريتني كنت سبت له الاحتفال. بس ليه كده يعني، ليه تضطرونا نعمل معاكم حاجات احنا مش عايزين نعملها يعني، ليه يعني، احنا كلنا اخوات وبنلعب وبتاع واغلبنا عرب يعني سبحان الله، الاتراك قليلين يعني او كتار بصراحة. بس يعني احنا اغلبنا عرب، ليه ناخد منهم الصفات دي؟ دي لعبة كورة يعني، نازلين نتبسط. عايز انزل فودن، انزل عايز اجرب فودن، بس فودن جامد بيلعب، هو مش مركزه هنا بس رجليه من هنا حلو. الناس اللي لما تفهم اللعبة كويس وقتها تتحول لحد جامد يعني. مش عارف بصراحة انزل البوتيم ده كله ولا هيطول ولا ايه النظام، بس احنا معاه، احنا نلعب معاه، نجرب نطول يعني في فيديو يعني، فيها ايه المشكلة، بتكونوا معايا مر لحظة بلحظة يعني. اخلص يا روي، اخلص يا فريتوريس، ولا اخلص ايوه كده على طول بلعه، خليه يبلع. اه يا جدعان، الناس اللي بتشتم، انا ملاحظ ناس كتير بسم الله ما شاء الله وصلت فيفا تشامبيون وبتشتم توريس وتاخده وتبيعه وتقول لك ده مهاجم وحش وانا اجيب بنزيما احسن ومش عارف ايه. يا جدعان لا، محدش يبيع توريس، توريس من اجمد المهاجمين بتاعت اللعبه وهيفضل معانا فتره، بس اهم حاجه احطه في مكانه الصح. انا في البدايه نفسي لما كنت حاطه في المكان الغلط ما كانش بيأدي تمام، حطه من جوه كده بنفس المكان اللي انا حاطه فيه هتلاقي اداؤه معاك اختلف تمام. يعني انا عايز اجرب فودن، انا حاليا مش عايز اجيب اهداف بس عايز اجرب فودن، ولا نجيب اهداف عشان ما نبلعش، شكلنا هنبلع فنجيب. لا ما تخشش عليه، ايوه على الهادي كده على الهادي. فما حدش يبيع توريس يا جدعان، عشان انا الظاهرة دي لقيتها كتير، ناس كتير قوي بتكلمني تقول انا هبيع توريس ومش عارف، وشكل انا اللي نشرت عنه السمعة الوحشة. بس والله يا جدعان لا، ما زي ما نشرت عنه السمعة الوحشة هقول لكم الحقيقة، ما لا ما حدش بيها تورس، ما حدش بيها تورس. يلا عايز اجربك افضل، ايوه كده جامد فضل، لما احطه في رجله الصح وفي المكان الصح واشوط بيه من القدم الصح خلاص انت بقيت جامد في اللعبة، انت بتتحول لشخص تاني حرفيا. هبقى انزل فيديو ليه علاقة بالتعليمات دي قريب، بس لما افضى شوية من امتحاناتي بصراحة، ولما نعمل 1000 مشترك هعمل فيديو الدفاع الجزء التاني، هيكون جامد هيختلف مع الناس. كل الغلطات الدفاعية اللي بتحصل بإذن الله نظبطها سوا، اللي هي حالا دي انا عاملها يعني، دي من ضمن غلطات الدفاعية. بس خير 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 خير، ربنا والله سترها معانا. نزل بنزيما اهو جه على السيرة، يا ترى نعرف نتحدى نفسنا كده ونجيب هدف في آخر 9 دقايق؟ نتحدى نفسي، تعالوا نتحدى نفسنا كده ونشوف هنعرف نجيب ولا لا. بص كازيميرو هغفله على طول. على طول يا جدعان. بس فادينا هو فوزنا التحدي الحمد لله. المهم يا جدعان والله العظيم ربنا وحده يعلم ان انا فعلا يعني ايه مبسوط خالص بيكو وعارفكو واحد واحد، مفيش حد مش عارفه، مفيش حد ما بيكتبش عندي كومنت الا لو يكون مثلا صديق عندي على الفيس او بنتكلم على الفيس او حتى اتكلمنا في حاجه،
وفكرة ان الناس واثقة فيا واثقة في رأيي دي حاجة كبيرة بتخليني فعلا عايز ادي كل حاجة عندي، عايز ادي كل المعلومات عندي. فوزنا دينا اهو التاني بتاعنا، نلعب واحد تاني. ما ببخلش على الناس، في ناس كتير قوي بتبخل بالمعلومة وبتضطرها كده وتحس ان هي لو قالتها يبقى خلاص كده هيفقع. لا، انا طلعت على طول قلت الدفاع بيتعمل ازاي والهجوم بيتعمل ازاي، ولسه هعمل حاجات اكتر واكتر ان شاء الله سوا. مش هبخل على حد بأي حاجة ولا بأي معلومة، كلنا اخوات وكلنا بنلعب يعني مع بعض. والله العظيم في ناس بتغلبني، يعني في ناس عندي بتفشخني مش بتغلبني، والله العظيم واصغر مني بكتير وبيزعلوني والله في الماتشات بنزل ضدهم. والله العظيم لسه كنت بلعب واحد من اخواتي هنا، لعبنا 6 ماتشات، والله العظيم حرفين 6 ماتشات الواد كان جامد فيهم، الواد كان صعب عليا والله العظيم مش قادر. الواد ده فرقته جامدة، شكله هو ده اللي هيطلعنا من البوتم اصلا، عنده اراوخو وعنده ناس جامدة شوية، ربنا يستر. واحنا معانا الدفاع ما شاء الله. هو ليه كلكم لابسين نفس اللون ده؟ مش فاهم بصراحة. ناس كتير اوي بقالها فترة بتلبس اللبس ده، في ايه؟ ليه كده؟ ليه كده يا باشا؟ ما يا باشا حرام والله حرام، يعني فرقتك الجامدة دي تقضيها عرضيات بالشكل ده؟ بس هو لعب النقلة حلوة يعني، هي كلها عرضيات بس قشطة. احنا عموما لو جات لنا فرصة نجيب هدف عرضية نجيب، نلعب بنفس الاسلوب. ما نلعبش ليه بنفس الاسلوب؟ نلعب بنفس الاسلوب يا باشا. على طول على طول كده فاهم، واحد ورا التاني على طول كده، نسكع كده على طول. والله لو النت عندي يبقى اخضر، يعني اللي هو دلوقتي احمر، لو يبقى اخضر كده تتفرجوا على احلى لعب، وقتها اعمل اطلع لايفات، اطلع لايفات كل يوم. هو تركيزه كله على فكرة بيلعب على نيمار. الحلو ان هو بيلعب على نيمار عشان خاطر الناحية التانية لو ركز عليها هو هيغلبني، لان الناحية التانية الظهير اللي فيها ضعيف جدا، ده ظهير 89 انا جايبه يمشي. طب حرام والله دي يعني، ايوه اديني فاول، مش هتيجي. لا هيصدها هيصدها، انا كنت عارف قبلها اصلا. اخ يا ربي نركز، هو مستني يطلع عشان يديله. لا حرام، استغفر الله. انا قلت هو ده اللي هيطلعنا، انا قلت هو ده اللي هيطلعنا. ان شاء الله نلحق كده ونحاول ان شاء الله يعني. تعالوا كده نركز، اخ يا رد لو كان موجود سولير. هو انا ليه بغبائي عملتها كده؟ ليه بغبائي عملتها كده؟ كنت رفعت يعني، احنا مش بنلعب نظافة يعني. كنت بقالي فترة اصل بلعب مع اصحابي وكده، فمتعودين ان احنا ما نرفعش عرضيات عشان لو جه اي هدف عرضية مش بنحسبه. هيرفع يعني، انا مديها للجوتا. يلا ركز ركز، ما نصحش عادي لو فاز يعني، مش حوار، احنا فزنا ماتشين عادي، حلال عليه يا عم. لان ممكن في التصنيف محدش يكلمني بقى ويقول لي ما تلعبش عرضيات ولا، انا الحمد لله محدش بيكلمني يقول لي ما تلعبش عرضيات، الناس كلها شايفه ان انا ما بلعبش عرضيات الا قليل قوي. ده انا لعبت في اخر ماتشين عرضيات، كنت مفشوخ طول السيزون عرضيات. فبجد في التصنيف جات لاقي فرصة هلعب عالي هلعب عالي، مش خلاص اشوف خلص، جات لاقي فرصة هلعب عالي هلعب عالي، انزل افوتها. وانزل انت وتعالى لي انت عشان خاطر ايه،
نسخن على الواد ده شوية. على طول على طول كده ابلع وريح. ان شاء الله هاخد الفوز بإذن الله بإذن الله. انزلوا انزلوا يا رجالة، واحد يظبط الدفاع شوية والتاني يهاجم معايا، بس لعلمكم اللي انا حطيته في الهجوم ده مش عدلت رجله الصح، بس انا منزله عشان خاطر خلاص يعني جوتا ايه، او جوتا صوت الاستامنة بتاعته حلوة بس هيودع شوية وهتلاقيه ودع. ليه جيرارد دخل بالشكل الغشيم ده يعني؟ فودن ما تضيعهاش، فودن والنبي يا اخي خليهاش تعديك. ايوه عاش. ايه ده؟ انا ايه اللي انا عملته ده؟ والله افتكر فودن ورايا، بس ماشي انا اللي غلطت، انا اللي غبي مش هم. ما هو كده هيديها لده يعني، معلش ما انا مش غبي برضه، ما انا مش متخلف، بس احنا عايزين نجيب هدف الفوز يا رجاله، احنا عايزين نفوز الكائن ده. جيرارد شد معاه ليه كده؟ مش فاهم انا، ماسك له خط النص ماسكه، غفلناه. يلا هات عرضيه. هاتها كده ان شاء الله تيجي. مانولاس حرام حرام حرام. كويس ان ده مدافع، بس كويس ان هو ما شات اسمه ده، كان شاف كان اسمه، مش فاكر اسمه ايه، نزل ليفاندوسكي. ربنا يستر وما يكونش نسخة عالية، يكون نسخة قليلة وما يكونش مطورة. مانولاس فودن. أحا خد عرضية من هنا بسرعة، اوف. هو لعبها صح، لعبها صح قوي، هو حرفيا لو كان شات كانت خلص بالشفا، بس يا ترى هنعرف نتحدى نفسنا ونجيب هدف في اخر 5 ثواني، 5 دقايق، ولا اللي هم اعتبروا 5 ثواني اصلا. يا ابن الكلب. يا ربي، ولا هو اللي هيجيب في 5 ثواني؟ حرام والله، حرام والله. ليفاندوسكي برضه يا جدعان، هو اللي جاب، هو اللي كسب التحدي، مبروك عليه، مبروك عليه البوتم، مبروك عليه البوتم في عرضية، مبروك في آخر ثانية يا أما يا عم عايش. آخ يلا بنتعلم بنتعلم بعد كده ايه، لما جات لنا فرصة نلعب عرضيات بعد كده. يلا عاش لي عاش لي، انسحاب يا عم. كده احنا خلصنا البوتم ده، فنشوف خدنا كام النهارده، حابب انزل لكم كل ايام البوتم بإذن الله. سلام يا رجاله.